قامت مؤسسة الدوحة للأفلام نسخة معدلة من مهرجان أجيال السينمائي الثامن تجري بين الحادي عشر والثالث والعشرين من نوفمبر الحالي، إذ ستقام أغلب الأنشطة افتراضيا عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا. السجادة الحمراء هذا العام اختلفت كثيرا عن السنوات الماضية، لكن المنافسة بين الأفلام المشاركة بقيت على حالها. مهرجان الأطفال هكذا يعرف مهرجان اجيال السينمائي الذي يقام في الدوحه سنويا النسخه الثامنه هذا العام فرضت ظروفا استثنائيه بسبب جائحه كورونا الامر الذي دفع القائمين على المهرجان الى الاعتماد على المنصات الرقميه وسط اجراءات صحيه مشدده السجادة الحمراء استقبلت هذا العام عددا من المخرجين القطريين والعرب أسماء شاركت لسنوات عديدة وقدمت فيلم صنع في قطر الفيلم أمل اسمه هوب بالإنجليزي هي قصة نيو بورن سي المائية رحلتها من المكان اللي هي تنولد فيه لين نهاية الطريق اللي هو البحر يعني طبعا عن طريق راح تواجه و وصعوبات واشياء هي تواجهها في الحقيقه يعني وطبعا لها لمسات كوميديه عشان المشاهد يستمتع ويضحك هذا العام يشارك ثمانون فيلما من ست وأربعين دولة تسرد قصصا شيقة عن المجتمع والإرادة والتصميم وتظهر روح الشباب والتفاؤل احنا عادة كل سنة نحاول نحن نختار مجموعة من الأفلام مختلفة متنوعة تطرح مواضيع تمس حياتنا بشكل

اعتمد القائمون على المهرجان على البث عبر المنصات الالكترونيه لافلام عده او من خلال سينما السيارات الجديده حيث يمكنك مشاهده اجمل الافلام متبعين قانون التباعد ولضمان أكبر قدر من الجمهور على نحو آمن العرض مستمر شعار مهرجان أجيال السينمائي لهذا العام فجائحة كورونا غيبت الكثير من عدسات المصورين والجماهير الذين كانوا يحتشدون عند السجادة الحمراء لكن الجائحة لم تغيب قصص الناس من المكان وهيب بحليس العربي الدوحة وينضم الينا من الدوحه خليفه المانع مخرج افلام رسوم متحركه ومشارك في مهرجان اجيال السينمائية اهلا بك اذا معنا استاذ خليفه يعني من الجميل ان تقاوم الثقافه هذه الجائحه والاجراءات المنهكه والمضجره التي شهدها العالم خلال السنه الفائته كيف يعني كيف كيف شاركت في هذا المهرجان افتراضيا وكيف هي النشاطات افتراضيا خاصه وان مهرجان كهذا يتطلب طبعا حضور جماهيري واسع وتواصل السلام عليكم اشكركم على الاستضافه احب اول شيء اتمنى السلامه للجميع في الظروف الاستثنائيه اللي نواجهها ومثل كل التحديات اللي صارت لنا طول السنه مهرجان اجيال واجه تحديات واحنا كصناع افلام واجهنا هالتحديات. أه لكن في الظروف الاستثنائيه قدرنا نطلع افلامنا لاكبر شريحه أه من 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 الناس ومن المشاهدين. أه بسينما السيارات كانت تجربه فريده من نوعها وعدد المشاهدين اتوقع أه صار اكثر من كل سنه. والمنصات الرقميه عن طريق الموقع الرسمي لمهرجان اجيال وفر الفيلم مش بس ليوم او يومين وفر الفيلم على مدى المهرجان وهذا كله انا اشوفه انه يصب في منفعه الافلام اللي احنا نقدمها كصناعه افلام نعم استاذ خليفه يعني انت برايك انه ربما جائحه كورونا على المساوئ الكثيره التي اتت بها الا انها في المقابل ربما وفرت بعض الايجابيات بما يخص الثقافه اليوم يعني بات هنالك وقت ربما متوفر اكثر لدى الجميع لحضور الفعاليات الثقافيه تقول ان الحضور هذا العام كان اكثر كثافه من الاعوام الماضيه صحيح بحكم انه موجود على منصه رقميه والفيلم مش بس معروض على يوم او يومين كالعاده في السنين السابقه صنع في قطر خاصه الفيلم مشارك في تباب في صنعه في قطر كان ينعرض مرتين بس في المهرجان عرضين فقط الحين عرضين زائد المنصه الرقميه اللي لين نهايه المهرجان العرض مستمر فيها واي حد يقدر يدخل المنصه يشتري تذكرته وفي بيته متباعد ويشوف الفيلم نعم جميل لو تحكي لنا أكثر عن فيلمك وعن كيفية إنجازه لأن هذه الجائحة لم تفرض تحديات فقط على إدارة إدارات المهرجانات والفعاليات الثقافية بل أيضا بطبيعة الحال على المخرجين بالدرجة الأولى فإذا لنا عن ظروف إنتاج وإنجاز الفيلم الذي شاركت فيه نعم بحكم فيلمي فيلم رسوم متحركه بتقنيه ثلاثيه الابعاد كان موضوع الشغل عن بعد يعني ما راح اقدر اقول سهل لكن متوفر افضل من المنصات متوفره اكثر من التصوير الحي، لكن بعد واجهتنا صعوبات في 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 انتاج الفيلم خاصه مع مع الجائحه ما قدرنا نسافر كان المفروض تكون في اجتماعات نكون كلنا موجودين مع بعض ما قدرنا طبعا نجتمع مع بعض وننتج الفيلم لكن هذه طبيعتنا كبشر ان, إن نواجه التحديات وفيلم التباب اقدر اقول ان حتى قبل جائحه كورونا اشتغلنا من بدايته لين نهايته عن بعد وهاي كان مصدر فخر لي وحق كل الفريق اللي اشتغل وياي يوصل هالفيلم

الثقافة بشكل عام تواجه يعني ماساه عالمية وهي موضوع التمويل، طبعا قطر رائدة بالفعاليات الثقافية لحسن الحظ وليست مقلة وحتى اليوم يعني نحن نشهد رغم الجائحة والإجراءات المتخذة التي تراعيها بكل تأكيد إلا أن الفعاليات الثقافية مستمرة، برأيك هل ستؤثر هذه الجائحة على الثقافة بشكل عام وعلى صناعة الأفلام وعلى كل المجالات من مسرح إلى موسيقى يعني ستدفع ربما المؤسسات إلى تحويلها إلى منصات رقمية لربما أيضا توفير التكاليف الباهظة التي تتطلبها في المستقبل والله أنا أتوقع شخصيا جائحة كورونا أكيد لها محاسن ولها مساوئ مساوئها أن احنا تباعدنا اجتماعيا وصارت الشغل كله عن بعد ومثل ما تفضلتي ان ممكن نعيد إن النظر في تكاليف انتاج الافلام. لكن توصيل الاشياء الثقافيه تحتاج جهد وتحتاج مال وتحتاج وقت. فانا اتوقع ان الجائحه نعم راح تاثر لكن في حلول بديله، في في افلام انعرضت هذه السنه في مهرجان اجيال، افلام تصوير حي، افلام اللي هو الرسوم المتحركه. فان شاء الله ان الجائحه ما راح تاثر كثير لان احنا كشعوب احنا متعطشين نبي نشوف محتوى منا وفينا مم. وهل التواصل مع الجمهور مع المتفرج فقد بعض الحراره بما انه يعني أنت تقول انها مشاهده افتراضيه الكل في بيته وتمت مسافة آمنة بين الجميع لحضور تلك الأفلام؟ آه يعني بصفه شخصيه آه راح اتكلم آه بصفه شخصيه آه انا كنت متخوف من هالشيء كنت متخوف انه ما راح احصل بعد مشاهده الجمهور للفيلم ما راح احصل الفي الفيدباك او النقد على الفيلم المناقشه اللي تصير على الفيلم لكن بحكم ان المهرجان راح على منصه آه الكترونيه ومنصة عن طريق المواقع الالكترونيه صار التواصل معاي عن طريق الحسابات السوشيال ميديا ف يعني يعني جاتني اضافات ورسائل كثيره تحب تناقش الفيلم او تحب تشكرني على الفيلم او تحب تنقد شيء في الفيلم فالمنصه الالكترونيه شجعت الناس انها تدخل على المنصات الاخرى الاجتماعيه وتتواصل مع المخرجين ومع صناع الافلام. نعم جميل اذا خليفه المانع مخرج افلام رسوم متحركه كنت معنا من الدوحه شكرا جزيلا لك